في بلاد الخير، إمارات الخير، نلتقيكم. In this great country of the United Arab Emirates, we achieve success after success. مع آلاف الحكايات سوف نفتح كتب الذكريات ونسمع منهم. كل هذا وأكثر في وثائق نجاح. معي أنا شادية الحسامي، نلتقيكم. يسعد مساكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حلقات برنامجنا الأسبوعي وثائقي نجاح. وبيسعدنا له الأسبوع استضافة الأستاذ سعيد الزعابي. أستاذ سعيد، بالبداية أهلا وسهلا فيك. يا مرحبتين، شرفت في حضرتك. أنا اللي تشرفت بوجودكم طلع. خلينا في البداية نتعرف بشخصك الكريم أكثر بعيدا عن الألقاب. سعيد الزعابي من هو؟ طالب جامعي في جامعة كوكا اللي هي الكلية المدينة الجامعية بعجمان. تخصصي قانون. أول شيء مجال القانون، إنك أدرس محاماة وهالأمور. مع الأيام قمت أسمع عن هالأعمال اللي هي ديكورات، أعمال صيانة مباني. طبعا هالأيام معروفة شيء، صحيح، البيت ما يخلق من الصيانة، صحيح. فقمنا نشوف، قمنا نتعلم، قمنا شوي كذا وكذا ومشينا في هذا المجال. يعني ناس ما يقولون هيك، قمنا نكسب خبرة شوي يمين شوي يسار وحبينا المجال. احنا يعني لو بدنا نحكي عن هالمجال، هو مجال للأمانة مفتوح خصوصا بدولة الإمارات، لكثرة البنى، لكثرة الأبراج، لكثرة المباني اللي أكيد موجودة. أكيد طبعا. خصوصا بالفترة الأخيرة كل ما التطور عم بيزيد، فهذا بخلينا دائما بحاجة لصيانة بشكل مستمر. شيء طبيعي، فبحاجة لهي الشركات. لكن أدرس القانون وبعد هيك ألاقي حالي بمجال او عندي ميول لا شيء اخر، صعب بالنسبه لك ولا لقيته؟ لا خلاص، انا صراحه ما في شيء اسمه صعب. اللهم لك الحمد، والله يطول بشيخ سعود، الله يطول بعمره، وابونا ولي امرنا حاكم راس الخيمه، اوجه له شكر كبير بخصوص هذا الشيء، ان فتح مجال حق الشباب في هذا اليوم اللي هو مؤسسه الشيخ سعود لدعم مشاريع الشباب. حلو. فيساعدون بخصوص الرخصة، بخصوص أمور البلدية والأشغال وهاي. فهذا شيء يعني الواحد يوم يشوفه قدامه ما ودي يتراجع يعني من هالشيء، الناس ما يقولون، عرفتي؟ صحيح. فقلنا يعني هذا الشيء موجود، فليش ما نستفيد؟ هي ليش ما نستفيد من هالشيء يعني؟ صحيح. أول خطوة كانت لإلك. أول إشي كيف كانت، صعبة أو سهلة؟ وكيف كانت عملية، يعني بطريقة عملها كيف كانت؟ بصراحة ما في شيء صعب، اللهم لك الحمد، ما قصروا ويانا في شيء، مشوا ويانا حبة حبة، بس اللهم عملناهم كبداية دراسة وقاموا يفهموننا يعني. هاي الخطوة الأولى، الخطوة الثانية، الخطوة الثالثة، سووا هذا الشيء، هذا يعني الشيء يعني برضو بقدموا لكم الدعم. هي دعم من النصائح. نعم. حلو. توجيهات، ما توجيهات كشركة خطو. كيف بلشتوا كشركة؟ يعني انت اليوم كسعيد، انا عم بحكي، اخذ الخطوة هاي وقرر انه يفتح الشركة. قلت لي ما كانت صعبة، كانت سهلة. ما كانت صعبة. نعم. طريقة انه انت توصل للناس، اليوم انت جديد بهالمجال، ما جديد بالخبرة كمان، جديد بالخبرة، جديد بالخبرة. وفي منافسة قوية بالبلد. أكيد. يعني أكيد. احنا بنعرف مكاتب الصيانة بالضبط، انه انا اقدر اثبت حالي واستمر، هذا اشي كمان كثير حلو. شيء اكيد بالضبط. فخلينا، شو الاشي اللي اعتمدت عليه انه انت تبلش؟ شو هي الخدمات اللي عم بتقدمها؟ شو الاشي المميز اللي عم بتحاول تعمله لحتى تقدر تثبت حالك؟ اول شيء طال عمرك نشوف السوشيال ميديا ونشوف اللي نفس مجالنا، اللي ماشيين نفس مجالنا، وناخذ الخبرة منهم لأنهم أقدم الناس ما يقولون، وفي منهم إخوان نعرفهم. هي نعم، إخواننا وعزيزين يرشدوننا يعني. حلو. في مكاتب اللي هو استشارية، في مكاتب التصميم، هالأمور من جماعتنا، من أهلنا، أصدقائنا، ما قصروا ويانا يعني في هذا الشيء.
حلو. هنا. واليوم كخدمات لو بدنا نحكي عن الشركة from A to Z شو الخدمات اللي عم بتقدمها؟ خدماتنا طال عمر صيانة عامة. اللي هي صيانة المباني، صيانة البيوت من جميع أنواعها من A to Z. اللي هو التطين، البلاستر، بخصوص التمديدات، صيانة البيبات، صيانة الكهرباء. عندنا التبليط اللي هو السيراميك، الحجر، الأسباق، الديكورات، جميع أنواعها. حلو. وشو بتحس إنه الشيء اللي بيميز اليوم؟ أكيد كل واحد فينا لازم يقدم شيء بصمة معينة، شيء مميز عن غيره بحيث إنه ينفرد فيه. الخدمات كخدمات اللي هي الفينيشنج في النهاية، أهم شيء يكون الفينيشنج جميل وبضمير. وبالنسبة للكواليتي، للجودة تبعها. وبالنسبة للسرعة بعد. هذا يفرق في هذا. يعني اعتمدت كل العوامل بالنسبة للكواليتي للوقت. كل ما الواحد يحاول انه يبرز نفسه نفس ما يقول. حلو جميل. سعيد، يعني كنا بنعرف انه العالم مرق بأزمة عالمية كبيرة، كوفيد 19 أثرت على كل العالم. اليوم انت الحمد لله ما بقول خاطرت، ما بدنا نقول، بس جازفت بفترة صعبة، كانت كثير صعبة على العالم كله، وقررت تفتح المكتب، قررت يكون عندك your own business، تتحمل المسؤولية. كيف كانت هالفترة عليك؟ هالفترة طال عمرك احنا نوجه شكر لأبونا الشيخ محمد بن زايد، الله يطول بعمره ويحفظه، قال لنا كلمة واحدة: لا تشيلون هم. فاحنا طال عمرك ما شلينا هم في شيء، وما خفنا من شيء، لو كان كورونا لو ما كان، اللهم لك الحمد، شيوخنا مو مقصرين ويانا. وطبعا مجالي أنا في خصوص الصيانة، لازم إن في صيانة خلال بين فترة وفترة، ناس يحتاجون صحيح. اللي هي أمور كهرباء، فكان المجال أوريدي يعني أوريدي يمشي، بس ماخذين الاحترازات نفسها. صحيح، الاحتياطات. صحيح. الخطط المستقبلية لسعيد شو ناوي يكون؟ وين حابب يوصل؟ وين بشوف حاله بعد 5 سنوات؟ بإذن الله، بإذن الله، وبفضل حكومتنا رشيدة إن شاء الله، مو مقصرين ويانا في شيء، وبالعكس يساعدونا في هذا المجال. هي حاطين خطة مستقبلية ك5-6 سنوات إنه تكون عندنا مجموعة بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. يعني أنا بدوري أكيد بتمنى لك إن شاء الله مزيد من التوفيق والنجاح. إن شاء الله المقابلة جاي معكم تكون بشركة من الشركات الكبيرة موجودة. إن شاء الله يا رب. مش بس على مستوى الإمارات، إن شاء الله على مستوى العالم كله. طولي. الإمارات أدي لها فضل ودور في اللي أنت فيه. يمكن أنت حكيت شوي بالنسبة إنه الحكومة ساعدتنا وكان في دعم. فضلها بس حقيقي فضلها كبير جدا، فضلها كبير جدا. الإمارات، شيوخنا الله يطول بعمر رئيس الدولة الشيخ خليفة، اللهم امين، وابو خالد الشيخ محمد بن زايد الله يطول بعمره، وابونا اللي خلانا في امان. اول شيء الامان. صحيح، اكبر الانسان هي الانسان بدون امان ما يقدر يصير لا يمين لا يسار. صحيح، خوفه بيخليه يسيطر عليه، مش عم فجزاه الله خير، عيشنا في امان، والله يطول بحاكمنا الشيخ سعود الله يطول بعمره، امين، ابو محمد ما قصروا يانا من A to Z. يعني كلمه شكر من القلب، شو بتقولهم؟ اشكرهم والله يطول بعمارهم، واتمنى لهم الصحه والعافيه، امين، شيوخنا، ويجعل الامارات من أأمن الدول إن شاء الله. إن شاء الله. ونعيش. إن شاء الله الله يحفظ هالبلد إن شاء الله، وضلها بخير وبأمان إن شاء الله دائما على طول يا رب إن شاء الله. آمين يا رب. قبل ما ننهي حلقتنا لليوم، لو سألتك اليوم سعيد بحياتك الخاصة، هل في أشخاص بيستحقوا منك شكرا اليوم؟ أكيد. مثل؟ شكر خاص لأبوي. الله يخلي لك يا. ولأمي، هي أكثر إنسانة يعني وصلتني لهذا اليوم، يعني بفضل الله نفس ما يقول بفضل رب العالمين وفضلها هي، يعني انا وصلت لهذا اليوم. يعني الله يخلي لك يا رب، نتشكر اكيد عبر شاشتنا، ونتشكرك لوجودك معنا، بنتمنى لك ان شاء الله. نورتونا، انا اللي اشكركم، جيتوا وتعبتوا لنا، نتمنى لك ان شاء الله مزيد من النجاح والتقدم، ودائما من نجاح لنجاح ان شاء الله. آمين. شكرا لك. آمين. كل الشكر للاستاذ سعيد الزعابي، ونستودعكم الله على امل اللقاء بكم مجددا.